السلام عليكم. في 15 من يناير أعشبت فوهات البنادق التي كانت مصوبة إلى صدر الشعب السلمي، هكذا يقول فتحي أبو النصر الكاتب المعروف وأحد رواد حركة 15 من يناير. هتافات الحياة والحرية واستحضار الجمهورية أزهرت وعاد صداها من جديد. تعلقت تلك الهتافات بالأرض والإنسان، آمنت بالشعب ونادت بالهوية. وبحسب كتابات أبي النصر فقد تميزت حركة 15 من يناير بالجموح الوطني النقي لمؤسسيها وأعضائها الذين كان قدرهم أن يكونوا بؤرة الثورة اليمنية الشعبية التي امتدت لتجعل اليمن شاسع الحلم لا كثقب إبرة. يقول أبو النصر إن شباب 15 من يناير امتلكوا نمطا مدهشا في الاعتراض على خداع الشعب واستغلاله، وأيضا في استجلاب المواطنة المتساوية والرقي الرافض للاستلاب، واستخدموا ذلك كله لإزاحة معضلات متجذرة حولهم. في يناير أيضا كان الصراع بين الأيادي التي ترفع الورود وتلك التي تمسك القيد والكرباج، بين الحرية، العلم والاستبداد وأدواته. حينها أسهمت حرية التعبير التي منحتها وسائل التواصل الاجتماعي بدور إعلامي لافت لم يستطع إعلام السلطة التقليدي مجاراته فيه، لذا انتهج النظام القمع وسيلة للرد على حركة الشارع. بدأ بالاعتقالات للنشطاء الشباب، إلى أن وصل الأمر إلى اعتقال الناشطة توكل كرمان أثناء عودتها إلى منزلها، ذلك بحسب شهادة شباب من يناير أشعل وتيرة الاحتجاجات التي توسعت رقعتها في الجامعة لتمتد إلى الشوارع ومن ثم إلى بقية مدن البلاد. في هذه الحلقة من المساء اليمني ننطلق من 15 من يناير، نحط الرحال في 2017 لنوثق هذه الذكرى ونناقش في مآلات الثورة. لذلك ينضم إلي في الاستوديو الصحفيان والناشطان في الثورة الشبابية كمال حيدر وماهر أبو المجد. أهلا بكم يا ماهر وكمال. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. تمضي اللحظات أو لا تمضي، تستقيم خطى الحرية أو تتعثر، تشرق صنعاء أو يحتلها الظلام مجددا، غير أن الأيام الذهبية التي شهدتها المدينة ستظل متعاقبة في ذاكرة الأجيال مثل تعاقب الليل والنهار. يوم 15 من يناير، يوم شرارة الحرية والثورة في صنعاء التي فتحتها الثورة وأغلقها الانقلاب، نورتها الجامعة بالعلم وأغرقها الجهل مجددا بالسوق السوداء والمشرف المسلح. بالتزامن مع الانبعاث العربي الجديد الذي بدأ من تونس وبعد سقوط أول دكتاتور عربي هناك، انطلقت الحركة الطلابية من جامعة صنعاء ومعها حقوقيون وصحفيون وعمال لتردد أغنية الحياة. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. شباب في مقتبل العمر كانوا يهتفون للحياة ويتعلمون دروس الحرية وهجاء الليل والقيد والسجان، ثاروا ضد معذبي الشعوب ولصوص أحلامها، يلوحون بالورد في زمن الرصاص. تأتي الذكرى السادسة لانطلاق شرارة الثورة الشبابية في 15 من يناير، بينما لا تزال الجامعة خط الوهج المدني خارج مربعات الاستلاب إلى هذه اللحظات. من 15 من يناير 2011 إلى 15 من يناير 2017، اليمن بين مرحلتين وجامعة صنعاء بين مرحلتين، من الحراك الطلابي إلى الحراك الأكاديمي، لذات الهدف وذات القضية الجوهرية، قضية الحقوق والحريات التي من أجلها قامت الثورة، ومن أجل وأدها قامت الثورة المضادة بالانقلاب والاجتياح. جاءت الثورة لإيقاف ابتلاع الدولة من قبل مشروع التوريث والثراء الفاحش لنظام صالح الذي حول الخزانة العامة إلى حسابات خاصة على حساب الشعب المعذب والفقير بفعل سياسة النظام الفاسد. تأتي هذه الذكرى واليمنيون مستمرون في خوض معركة الحرية بعد الانقلاب على الثورة والدولة ومشروع الدولة الاتحادية
والتنكيل برموز الثورة والقوى الوطنية المساندة لها. أجدد الترحيب بكم مشاهدي الكرام وكذلك بضيفي هنا في الاستوديو، أهلا بكما ماهر وكمال. دعونا نبدأ بالذكرى السادسة، نحن الآن نعيش الذكرى السادسة لانطلاق شرارة ثورة الشباب، كانت في 15 يناير. هذه اللحظة ما الذي تعنيه لكما؟ دعنا نبدأ من عند كمال. بعد 6 أعوام في الذكرى السادسة، يعني في الوجدان الشيء الكثير عن يعني أيام الثورة الشبابية في 2011 وعن يوم 15 يناير، عن خيمة 15 يناير. يأتي هذا اليوم بعد 6 أعوام، وقد لا أقول أن اليمن تغير بشكل جذري أو أنه يعني أن هناك انقلاب شامل، لكن ما حدث الآن يعيد التذكير ويعيد التأكيد على أننا كنا في ذلك اليوم على الموعد، أننا كنا في تلك اللحظة في 2011، لم نكن نستبق شيء، لم نكن متأخرين. كان يفترض أن يحدث ما حدث ذلك اليوم، كان يفترض أن يأتي 2016 أو 2017 الآن، وقد تحقق ما كنا نطمح إليه في 2011، لكن ربما ما كان قد سبق 2011 كان فادحا بشكل كبير، حتى أنه جرنا إلى ما نحن عليه. نعم بالضبط. طيب دعنا ندخل في جزئية في بعض تفاصيل تلك الأيام. ذكرنا ماهر ما الذي عشت، كيف عشت تلك الأيام، كيف كانت بالنسبة لك، ثم سنعود إليك. أهلا وسهلا بك. في البداية أحب أن أؤكد على أنه رغم الانقلاب الحاصل على ثورة 11 فبراير، إلا أن الحلم لم يؤد، ما زال الحلم منتفضا، وما زال وهج الثورة يسكن وجدان الشباب، يسكنون أينما كان. أنت صحيح رغم الانقلابات التي حصلت، لكن انتقلنا إلى دوائر أخرى نحاول استكمال الثورة. الثورة كما تعلم هي وعي تراكمي في وجدان الشعوب. ما حصل من فصول، ما يحصل وما حصل خلال السنوات الست الماضية هو أيضا فصول من فصول الثورة. الثورة لا يمكن أن تحقق أهدافها في عام أو في عامين، خصوصا عندما تأتي في بلد مليء بالفساد ومليء بتراكمات الدولة التي أسسها نظام المخلوع. وبالتالي نؤكد العهد ونؤكد أننا ماضون في طريق أهداف 15 يناير. الحديث عن الذكريات، اللحظات الأولى لل 15 من يناير، فهي لحظات ذات شجون. الحديث عن مثل هذه اللحظات، نتذكر الأمل الذي كنا نتحلى فيه في تلك الأيام. من كان يصدق بأن سيخرج ثورة في اليمن في ظل الوضع الذي في ظل الوضع القائم والذي أسس إليه نظام المخلوع عفاش؟ كان أصبحت اليمن أصبح بمقاطعة خاصة بعفاش، كان يورث أيضا لنظام عائلي، فما لا أحد كان يصدق بأن الثورة قائمة. لكننا تحدينا الواقع، تحدينا المعضلة القائمة. كنا نمتلك الأمل ونمتلك الحلم، والحلم هو الذي دفعنا للخروج. وكان الخروج مليء في البداية، كان هناك القمع وتعرضنا للكثير من التعسفات، لكن عندما يوجد الحلم وتوجد العزيمة ولا شيء يستطيع أن يوقفك أو أن يقف أمامك. أحب الترويح أيضا أنه عندما خرجنا كانت قد وصلت البلاد إلى دائرة، إلى قد وصلت البلاد والنخب السياسية إلى مرحلة عقيمة، لم يكن هناك أي نافذة للضوء أو أي نافذة للحلم. كنا نحن شباب في الجامعة كنا نتساءل عن القادم، ما الذي يمكن أن نحققه في شباب القادمة. كان هنا قد يعني كان بعض الأسئلة كانت تؤرقنا، يعني أنتم الآن خريجي الجامعات إلى أين ستتجهون؟ لا يوجد بلد قادر على احتضاننا. فتلك اللحظة شئنا أن نفتح الضوء، أن نفتح نافذة نحو المستقبل. إذن أفهم من كلامك أن هناك يعني أسباب أدت إلى حدوث ذلك، وكانت هناك لحظة مناسبة راهنة تمر بها المنطقة ربما ساهمت في بلورة هذا الأمر. ماذا عن كمال؟ كيف كانت تلك الذكريات في 15 يناير إذا ما مررنا عليها بعجالة؟ أولا يعني كما ذكر زميلي ماهر، كانت البلاد قد وصلت إلى حالة يعني حالة انسداد تام. كان علي عبد الله صالح قد وصل إلى مرحلة الألوهية، كان يعتقد أنه صار إلها في اليمن،
وبالتالي نرى كيف صار يتعامل مع الشعب اليمني، مع الدولة اليمنية، مع المستقبل اليمني. كان يتعامل بكل عجرفة، كان يقرر ما يشاء ويفعل ما يريد. في 2015 عفوا في 15 يناير 2011 كان علي عبد الله صالح قد مضى بالبلد نحو الهاوية. كانت العملية السياسية لأنها قائمة على أساس مختل، لن تقود إلى أي، رغم التفاعلات التي سبقتها يوم 15 يناير، إلا أنها لم تكن لتقود إلى أي مكان آمن، لأن أساسها مختل، وبالتالي لم يكن يتوقع منها أي نتيجة. كان علي عبد الله صالح قد أحكم سيطرته على الجهاز الأمني والعسكري والاقتصادي وعلى كل منافذ الإصلاح أو التغيير في البلاد، وبالتالي كان كل الخطوات التي يعملها هي لتوريث حكومة، وكان تقريبا يخطط لأن تكون الانتخابات الأخيرة التي أجراها في 2009 تقريبا، أو عفوا في 2006 أن تكون هناك هذه آخر انتخابات، ثم يتفرغ بعدها لإدارة شؤون عائلته ويورث الشعب اليمني 25 مليون أو أكثر لابنه ولبقية عائلته. في تلك اللحظة أعتقد أنها كانت اللحظة المناسبة مع التفاعلات التي كانت أو بالاتساق مع ما حدث في تونس ومصر. كانت طبعا لا أقول أنه تقليد، يعني في أن ما حدث في 15 يناير اليمني كان تقليدا، كانت كل الظروف مهيئة، كانت الأحزاب السياسية قد أعلنت هبة شعبية، لم تكن أصلا هذه الهبة الشعبية لتصبح ثورة أعتقد، إنما كانت الظروف اليمن مهيئة. لكن ما دفع إلى 15 يناير اليمني أو الثورة الشعبية اليمني أنها جاءت بالفعل في سياق إقليمي عربي واحد، كان العالم العربي ينفجر في لحظة أمام الدكتاتوريات التي ظهر أنها دكتاتوريات من ورق فعلا حقيقة مع كل هذا الهيلمان والسلطة، إلا أنها كانت من مكان لم، لأنها جاءتها الهزيمة من مكان لم تحسب حسابه تقريبا، وهو الشارع. كانت قد أحاطت نفسها بالأجهزة الأمنية وعملت أو صاغت التجربة السياسية والعمل السياسي بما يناسبها، إلا أنها تركت شيء اللي هو الشارع لم تكن تتوقع ربما بعد عملية التدجين والضرب التي حصل خلال السنوات الماضية والعقود الماضية للشعب، لم تكن تتوقع أن يأتي يوم يصبح فيها الشارع هو خصمها، لكنها أتت من حيث لا تحتسب. وكان الشارع يعني لم يكن فقط شارع، هناك كان دور للجامعة، كان هناك خط ووهج ربما ثوري ومدني من هناك. هل كان هو الأبرز في تلك اللحظة؟ هل كان صوت الجامعة كان بارز؟ يعني ما مدى بروز صوت الجامعة في ذلك الوقت؟ كانت هي المنبر في الحقيقة، كان لم يكن ليكون هناك مكان آخر غير الجامعة. شاب متطلع منفتح على العالم يحسب حساب إلى أين سيمضي، هو لديه كل سنة بيتخرج عشرات الآلاف من الجامعات يذهبون إلى سوق البطالة أو إلى الحدود ليقتلوا ليضيعوا في صحاري الحدود أو في البحر. كانت الجامعة هي المنبر الحقيقي لصياغة الفكر أو للتعبير عن ما يدور داخل المجتمع اليمني. كان هناك ربما يعني أو حاجة يجب أن الإشارة إليها، هي الصحافة اليمنية كانت في تلك اللحظة قد أصبحت صوت قوي حقيقة، وقد رجال الصحافة والصحفيين قد رفعوا السقف المطالب الشعبية إلى حد كبير، وكان طلاب الجامعة على اتصال مع هذا الواقع الصحفي والسياسي، وبالتالي يعني الطاقة التي لدى الشباب كان لها أن تنفجر في تلك اللحظة، في لحظة انبهار بما جرى في تونس وما جرى في مصر. طيب ماهر، الآن في ما نعيشه الآن ربما هو نوع من التماثل أو التناظر بين إرهاصات ثورة 11 من فبراير وما يجري الآن في البلاد. الجامعة هي منبر مدني، ربما الآن هي الوحيدة التي تقوم بفعاليات احتجاجية مدنية ضد سلطة الانقلابيين بداخل العاصمة، بداخل مناطق تركز سلطة الانقلابيين. هل تمثل مفارقة أم أن الأمر متوقع من هذه الجهة الأكاديمية التنويرية بشكل عام؟
هو شوف ما يحدث الآن هو فصول أيضا، هو فصل من فصول الثورة، هو فصل من فصول الثورة الممتدة من 11 فبراير. فبالتالي شوف الانقلاب هو يحاول أيضا يحاول تدقين وإخراج صوت الجامعة، وهو يعلم أيضا ما يمكن أن تمثله جامعات صنعاء، وهو يعلم أن جامعات صنعاء كانت نقطة انطلاق ثورة 11 من فبراير. فبالتالي ما تتعرض له جامعات صنعاء هو محاولة لإسكات هذا الصوت المدني السلمي، لكن ما نلاحظه الآن أن هناك مقاومة، هناك حراك مدني سلمي أيضا، وهذا الحراك جزء لا يتجزأ أو تأصيل لما يحدث لثورة 11 من فبراير. لن يستطيع محاولة الانقلاب إسكات هذا الصوت المدني، لأنه هو الصرح الذي يمكن أن الذي ينظر وينتج الأفكار وينتج أثوار أيضا، لكن الحراك المدني القائم في جامعة صنعاء بالتالي لا يمكن إسكاته بهذه السهولة، ولا يمكن لشباب رأوا النور وعاشوا الحرية أن يرجعوا إلى ما وراء التاريخ، إلى الأفكار، إلى أفكار كهنوتية، أفكار بائدة لا تنتمي إلى العصر ولا تنتمي إلى الحياة، ولا يمكن أن يحكمنا الانقلاب، ولا يمكن إسكات الأصوات المدنية. الصوت المدني الآن منتشر وموجود بقوة هنا، وله أكثر من منبر وأكثر من دائرة تصدح بأصوات الحرية، ونعمل على أهداف ثورة 11 من فبراير بشتى الأشكال وبشتى الوسائل يعني. طيب دعنا نشك معنا ماهر وكمال في نقاش همدان الحقب الناشط في الثورة الشبابية الشعبية. همدان أهلا بك، مساء الخير. أهلا وسهلا بكم. إذا ما تحدثنا عن أن الآن هناك من يرى ما يجري في اليمن في المنطقة بشكل عام هو تعثر للتوجه نحو الحرية، وهناك من يرى أنها مرحلة طبيعية من مراحل الثورات. برأيك كيف استجاب الشباب في ذلك الوقت والآن بالمقارنة لهذا النداء، نداء الحرية والتطلع نحو الخلاص من الاستبداد؟ أولا أسعدكم بالخير مساء، ودعني أن أبلغ يعني السلام الفوري من خلال قناتكم بلقيس لكل حر في طول اليمن وعرضه، وأن أترحم على الشهداء الذين دشنوا ثورة الشباب الشعبية. نعم. هذه الثورة التي أخذت الصورة النمطية عن اليمنيين بأنهم شعب همجي وشعب مسلح لا يمكن أن يقوم بثورة مثل هذه، يعني أدهشت العالم في أدائها وفي تماسكها وفي الأهداف والآفاق التي قدمتها. ودعني أيضا أحيي شباب 15 يناير، أولئك الذين اقتدحوا فتيل الثورة من جامعة صنعاء رغم آلة الجمع الشديدة التي مورست ضدهم في كل مكان. وقبل أن تلتحق الأحزاب السياسية ظل هؤلاء يؤكدون في الساحات أن الشعب، أن هذا الشعب يستحي بثورة يخرج من بلدهم المنهك من ضفة التخلف والمرض والجهل إلى ضفة النماء والإزدهار والتعليم والعيش الكريم. دعني أحيي كل أولئك الأبطال الذي دشنوا هذه الثورة، والذي بالفعل بدمائهم الزكية أكدوا بأنها ثورة عودة الروح، تلك الروح اليمنية التي سبت لفترة طويلة والتي عمل الاستبداد على جمعها وعلى أن لا تتجسد كخيار نهضوي وخيار بناء لليمن الحديث. نعم الحمد لله. هناك حديث عن كما ذكرت أنت في سؤالك عن أن الآمال تعثرت، وهناك من يرى أن موجة الثورة قائمة، وأنا أؤيد الطرف الآخر الذي يرى أن مسيرة الثورة لا تزال قائمة، وأنها على موعد مع النصر وموعد مع بناء الأحلام والأهداف التي خرجت من أجلها. وعمر الثورات لا يباس بالسنين القليلة، وإنما يباس أحيانا بالعقود وقد يباس بالقرون. لنأخذ مثلا فكرة عن الثورة الفرنسية التي ظلت تناضل لقرون حتى حققت أهدافها. في اليمن أيضا نحن أمام ثورة شعبية، هناك تغيير عميق على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، ولا تزال هذه الثورة تواجه كل الصعاب والعجبات الماثلة أمامها، وستتغلب عليها بإرادة شعبنا الذي لم ييأس يوما ولم يذعن. وأنا على ثقة أن التغيير للأمام وأن ثماره ستقطف قريبا إن شاء الله.
طيب همدان، هذه الجولات في الصراع بين الاستبداد والحرية، بين من ينادي بمشروع التنوير وبين من يستخدم التجهيل ويعني أدوات الظلام لغاياته الشخصية والعائلية إلى آخره، هذه الجولة تعرضت يعني الآن مشاهدها أن هناك اجتياح مسلح قدم من الكهف إلى داخل المدن، قام بالبسط على ربما كثير من التراب أو نسبة كبيرة من التراب اليمني إلى أن تقهقر بفعل المقاومة المسلحة الآن. هل ينكمش هذا الانقلاب ونحن نعيش هذه الذكرى السادسة للخامس عشر من يناير؟ نعم، عناصر الجهل والتخلف، عناصر الماضي المجيد تأثرت اليوم وأرادت أن تطفي جذوة الثورة وأصطفت في وجهها لتكبح جموحها، لكنها يعني لم تفلح، فسرعان ما حلق الشعب أدوات المقاومة، تحطمت على صخرتها الصلبة كل هذه العوامل، عوامل التخلف والجهل والمرض، الإمامة التي عادت من القبر لتستجم دماء اليمنيين، هذا الغبار الذي يزحف على كل المدن والذي يحجب الضوء عن أعين اليمنيين، وكذلك مشروع التوريث الأسري الصالحي أيضا سقط بفعل الثورة ويعني بفعل المقاومة أيضا التي تجد انتصارات والتي استطاعت أن تجف على قدميها وتحقق الانتصارات يوما بعد آخر، ويوما ما سينبلج الصبح بتحرير كامل إن شاء الله، وستتحرر العاصمة صنعاء وكل شبر في هذا البلد، وسيصبح الانقلاب جزء من التاريخ، وعندها سيتمنيون ليحققوا كل ما حلموا به وكل ما ناضلوا من أجله. لا يمكن للقديم أن يجد له موضعا ليتموضع في إطار الجديد، حتما الغلبة، وهذا هو منطق حركة التاريخ، ستدهس حركة التاريخ كل عوامل الماضي الماثلة والواقفة أمامها. طيب همدان، القوة الشبابية التي أشعلت شرارة ثورة فبراير في 15 من يناير، أين هي الآن في مواجهة هذا الانقلاب؟ أين هي؟ أين قوتها؟ أين مظاهر حركتها أمام الانقلاب الذي جاء على كل مسيرة خمس يعني أكثر من سنوات من العمل المدني والنضال السلمي؟ الحرب نسفت الكثير من الجهود والمؤسسات التي خلقتها الثورة، مؤسسات المدنية والثورية السلمية، وهؤلاء الشباب لم يتراجعوا جيد أنملة عن نضالهم، وإنما اختلفت طرق النضال، فمنهم من يحمل بندقيته في الجبهة ويقاتل، ومنهم من يتحدث من على هذا المنبر الذي تحدثني أنت الآن منه، بل أن كوكبه واسع من شباب 15 يناير كانوا نواه لقناة بلقيس، هذا المنبر الذي بات وعيا ثوريا يمت إلى الشباب وإلى تطلعاتهم، وهناك أيضا من يعمل في الصحافة وفي المواقع وفي أكثر من اتجاه، لا يزال هؤلاء الشباب يؤدون أدوار، وإن لم تكن هذه الأدوار يعني منسجمة، إلا أنهم لا يزالوا يمضون في طريق النضال وفي طريق الكفاح. 15 يناير كانت هناك آمال كبيرة أن تتحول إلى حركة سياسية تنظم جهود الشباب لتسند بناء الدولة التي خرجوا من أجلها، ولكن النظام السابق وأعوانه القادمين من أغوار التاريخ أدركوا خطورة أن يتحول الشباب إلى قوة فاعلة يستطيعون أن ينجزوا الحلم، ولذلك شنوا هذه الحرب الجذرة على كل اليمنيين وعلى كل اليمن من أجل أن يقطعوا رجاء، من أجل أن لا يستطيع هؤلاء الشباب أن يبنوا ما خرجوا من أجله أو أن يحققوا ما خرجوا من أجله. إذن أشكرك ناشط في الثورة الشعبية الشبابية السلمية همدان الحقب، كنت معنا عبر الهاتف من الضالع. أعود إلى كمال هذه المرة، قبل قليل كنت تتحدث على أن كان هناك مستوى جيد، يعني صوت قوي للصحافة في ذلك الوقت في مواجهة نظام الاستبداد الذي كان يقوم به المخلوع صالح. هناك من يتحدث لكن على النقيض أن الجو والإعلام التقليدي كان يعني فيه نوع من يعني التسبيح كما يقولون في جو النظام والرئيس وما شابه، لكن الشباب ذهبوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد وهذا كان المهرب لهم، هل تتوافق مع ذلك؟
طبعا واضح انه يعني مع كل نظام حلقه يديرها يسبحون بحمده، وطبيعي يعني كانت هناك اعلام، وزاره اعلام مملوكه للدوله، وكانت وسائل اعلام مملوكه للدوله، وكان هناك ايضا حتى وسائل اعلام خارج اطار مؤسسه الدوله تسبح بحمد النظام وتستلم منه فلوسها، ويستاجر اقلام وكتبها خارجيين يكتبون ايضا بما يفيد هذا النظام وبما يلمع صورته ويجملها. لكن في الحقيقة كانت الصحافة اليمنية من نهاية التسعينات، أو يعني إذا ما بحسب عمرنا نحن يعني اطلاعنا، كانت هناك صحافة جيدة، كان هناك صحفيين فعلا قارعوا النظام ويعني رفعوا سقف المطالب في مواجهة هذا النظام. كان المجتمع قد بدأ، أو في تلك اللحظة كان قد تعرف على مفاهيم جديدة، على مطالب جديدة، هذه حقيقة يعني. لكن كل ذلك لم يكن ليجدي حقيقة لإشعال ثورة أو لتوجيه ثورة، ما لم يكن قد كان هناك وسائل التواصل الاجتماعي. كانت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر فعالية لسرعة نشر الفكرة، لسرعة الجمع والتأييد، التأييد والمناصرة. كانت هذه بالفعل نافذة حديثة ونافذة سريعة الانتشار، هي التي غذت فكرة الثورة، وهي التي غذت جمع مجموعات الثورة وتكويناتها الأولى. كان دخول المجتمع اليمني بشبابه ويعني بجميع فئاته إلى عالم التواصل الاجتماعي خطوة أولى وكبيرة في باتجاه الثورة ضد نظام علي عبد الله صالح. طيب، هذا التجديد في الأساليب ربما يقابله استمرار في أساليب القمع التي يقوم فيها الحوثيون والانقلابيون بشكل عام من تحالف معهم في هذه الفترة مع ما كانوا يفعلونه في ذلك الوقت. سأسألك عن هذه النقطة، لكن قبل ذلك دعنا نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نستكمل النقاش في حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة بالذكرى السادسة للخامس عشر من يناير. أعود إليك ماهر، قبل أن أتطرق إلى هذه النقطة لفت انتباهي البرومو الخاص بأبي الأحرار الزبيري. كان هناك الكثير من الاستلهام لاستحضار الجمهورية وشعارات الجمهورية التي نادى بها ثوار ثورة 1962 سبتمبر 1962، كانت حاضرة لدى شباب الخامس عشر من يناير. هل استلهموا هذه القيم؟ حاولوا تجديد؟ يعني كانوا يدركون أنهم بصدد القيام بمرحلة إعادة لثورة 1962؟ بالتأكيد أنت للمتابع الكريم يدرك بأنه أهداف 26 سبتمبر هي لم تتحقق، وخصوصا منذ 78 منذ أن جاء النظام وعمل على طمس هذه الأهداف، وبالتالي ثورة 11 من فبراير هي كرة ثانية، أو هي بنت ثورة 26 سبتمبر، وهي جاءت لنفس الأهداف التي لم تتحقق من ثورة 26 سبتمبر. ما زال اليمنيون في 2011 خرج اليمنيون ليطالبوا بالعدالة وبالمساواة، خرج اليمنيون ليطالبوا بدولة مدنية لجميع اليمنيين، خرج يعني معظم المطالب التي خرج الثوار فيها في 11 من فبراير هي لا تختلف كثيرا، أو هي ذاتها أهداف 26 سبتمبر. استلهم أيضا ما حدث في ثورة 11 فبراير، أخرجت إلى النور الرموز الوطنية التي عمل على طمسها نظام الفائت، خرجت الزبيري وخرجت الحمدي وخرجت كل وخرجت علي عبد المغني، وعادت انتاج او خرجت الى نور هذا ابطال حركه التحرر اليمني على مدى التاريخ الحديث. فبالتالي لا 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 يوجد هناك فصل ما بين 26 سبتمبر وما بين 15 فبراير، بل هي ايضا حلقات متواصله من الثوره، والثوره هي وعي تراكمي ايضا لدى الشعب. ما حدث في ثوره 11 من فبراير هو حدث مستوى معرفي وكبير لدى الشعب اليمني، وهذا دليل على الكرة والشراسة الثورة المضادة التي الآن
ترتكب بحق اليمنيين وكأنه عقاب على خروجنا في 11 من فبراير. لكن رغم الممارسات وهذا القمع المستمر لا يمكن أن يقبل اليمنيون بأن يعودوا إلى ما قبل 62 أيضا أو إلى ما قبل 11 من فبراير. في 15 يناير دارت حركة التغيير وما زالت العجلة هذه تدور وإن تعرضت لمحاولة كبح أو محاولة تحجيم أو محاولة تقزيم، فبالتالي كل هذه المحاولات ستأبى بالفشل. في النهاية الشعب يصنع ما يريد، والشعب لن يرضى بغير دولة مدنية حديثة هي التي خرجها أو هي عنوان ثورة 11 فبراير. طيب ماهر، سينضم لنا الآن ميزار الجنيد، أيضا الناشط في الثورة الشبابية الشعبية. مساء الخير أستاذ ميزار. مساء الثورة والحرية والكرامة. أهلا بك أستاذ ميزار. 15 يناير المجيد. أستاذ ميزار، هذه الذكرى السادسة لشرارة الثورة، استحضارها الآن، التذكير بها والبناء من خلالها، ما أهميته في هذا التوقيت تحديدا في خضم معركة الجمهورية تجاه هؤلاء الانقلابيين؟ هذه لحظة ثورية تاريخية أشعل فتيلها شباب 11 من فبراير، ونواتها الأولى هم ثوار 15 يناير. طبعا مرحلتنا اليوم مرحلة عصيبة في تاريخ اليمن، لكن هي مرحلة أصلا متشابكة عندما ثار الشباب. نحن كنا ندرك أن بلدنا أصلا كانت بظل حكم عصابة، يعني لم تكن هناك دولة بمعنى الحقيقي للدولة. عندما خرج الثوار خرجنا نحن أول شعور حقيقي نشعر بانتمائنا إلى هذا البلد كان في تلك اللحظة الثورية التي جمعتنا في ساحة الثورة. عندما خرجنا كانت أمالنا وتطلعاتنا بناء دولة وطنية عادلة لكل اليمنيين، بناء دولة الحق والعدل والحرية والكرامة. هذه لا تزال هي لحظة كل إنسان في هذا الكون، هو هذه هي المبادئ التي يرفعها أي إنسان يحلم بدولة الحق والعدل. فمرحلتنا واللحظة التي نعيشها وما آلت إليه الأوضاع هي لم تكن هي وضع موروث، يعني بلد كانت على شفا الانهيار، بلد كانت على شفا التمزق. يعني خرجنا نحن استعدنا لحمتنا الوطنية الحقيقية التي جمعتنا فيها ساحة الثورة. كانت اللحظة الثورية التي أشعلها فتيلها هؤلاء الشباب، كوكبة الشباب الذين أشعلوها فتيل هذه الثورة، وحدوا الإرادة الوطنية الحقيقية لليمنيين كما لم تتوحد في تاريخها. اليمن كانت في لحظة تمزق، يعني في مزاجة في الكثير من الأمزجة والأفكار، لكن ثورة الشباب أشعل التي هذه الثورة العظيمة وحدت الإرادة اليمنية كما لم تتوحد في تاريخها، وهي في الطريق إلى أن تبني هذه الأحلام والتطلعات. لا تزال شباب الثورة اليمنية في الميدان، يعني في كل ما في معركة النضال، في سواء في منابر الإعلام أو في ساحات المعارك، الآن يخوضون القتال في مواجهة عصابة الشرذمة هذه تريد أن تعيدنا إلى ما قبل 26 من سبتمبر. طيب هذا التوحيد الذي تحدثت عنه قبل قليل، توحيد في الهدف والرؤية بشكل عام، هل جاء لأن أو هل نستطيع القول أنه جاء لأنه كان خارج، يعني من كان في حركة 15 من يناير كان جاء من خارج الأطر السياسية التقليدية، لكنه أيضا توحدت في إطاره الكثير من يعني الرؤى والأفكار وحتى الشخصيات الاجتماعية، يعني المستويات الاجتماعية، هل يمكن قول ذلك بسلام؟ طبعا عندما بدأت الشبابية هي كان المزاج اليمني متعاطف مع الشباب، لأن أحلام وتطلعات الشباب دائما المستقبل. المستقبل هو للكل، المستقبل ليس حالة فردية، المستقبل هو حالة جمعية لكل الناس، يعني لكل الأجيال القادمة، عندما أشعل الفتيل هؤلاء الشباب كل المزاج الوطني أصلا كان مع هذا التعبير، مع هذه اللحظة.
لأن الشباب بطبيعتهم بتكوينهم النفسي بتكوينهم المعرفي هم يبحثوا عن هدف عام، عن هدف كلي، ليس أهداف جزئية كما تفعل القوى السياسية من خلال أدائها أو من خلال نضالها، هي تبحث عن تسويات جزئية، لكن الطموح الشبابي هو كلي، هو هدف عام. يعني الشعار العام الذي رفعه الشباب كان ملهم لكل الناس، ولذلك بدأ الشباب وانخرطت القوى السياسية وانخرطت القوى الاجتماعية، لكن جرت مياه كثيرة في مسار هذه الثورة العظيمة. الآن هذا الجيل يتعلم، هذا الجيل الآن يعيش هذه اللحظة ويعرف، لأن جيل الثورة هو الآن باقي في الميدان وفي اللحظة، هم الذين باقيين الآن متمسكين بالأحلام. وهنا أقول للثوار لا بد أن تبقى تلك الأحلام العظيمة التي جمعتنا ذات يوم هي الرافعة الحقيقية، لأننا لا نزال كجيل، لا نزال كعمر، لا نزال كشباب، أحلامنا وطموحاتنا متجسدة فينا وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة وبذلوا دماءهم الزكية في سبيل رفعة وعزة هذا البلد العظيم الذي لم نشعر بانتماء حقيقي له إلا عندما كنا في ساحة الثورة. أنا واحد من الشباب الذين لم أشعر كلحظة تاريخية إني أنتمي إلى بلدي اليمن، البلد العظيم، البلد التاريخي هذا، إلا لحظة وجودي في ساحة الثورة، اللحظة التي شعرت إن هذا البلد مستعد أن أفديه حتى بدمي بروحي. كل شباب اليمن خرجوا وفق هذا المزاج، خرجوا وفق هذا الطموح، ولذلك الثورة لا تزال هي فعل. الثورة ليست لحظة وليست يوم وليست سنة. صحيح نحن في بلد أصلا كما قلت سابقا بلد ممزق، نحن كنا على شفا انهيار الدولة، نحن خرجنا على وبلدنا على شفا الانهيار، وضعنا الاقتصادي، اليمنيون على الحدود يذهبون ويموتون على الحدود. الآن اليمني عندما الآن يموت على قيمة وعلى وهو يدافع عن شيء، مش كالذي يذهب ولا يجد يعني خارج من بلده ويلاقي مصيره على الحدود، يعني يموت على الحدود، وهذا الآن يعني يعيش اليمني ويدركه. ثورة 11 فبراير العظيمة هي عادة لليمنيين المزاج العام والطموح. أشكر. بأن هذا البلد لا بد أن يتخلق من جديد بعد قرون وبعد أعوام من الظلم والاضطهاد والقمع، وهذا الذي أوصل اليمنيين لأنهم يسوروا في وقت الطغيان. إذن أشكرك ميزار الجنيد الناشط في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، كنت معنا عبر الهاتف من الهند، وأعود لك كمال. هناك نقطة مهمة يجب فهمها حتى نفهم يعني أكثر ونبني أكثر على تجربة حركة 15 من يناير، وأنا أتحدث هنا عن الحركة ليس عن الشرارة. كيف استطعتم أو استطاع الشباب في تلك اللحظة أن يتجمعوا من خارج الأطر السياسية التي كانت موجودة هناك بتناقضات فكرية، تناقضات مجتمعية حتى ربما؟ ربما كان الحلم الكبير هو المصهر الذي صهر كل تلك الاختلافات أو التناقضات وجعلها تبدو مؤتلفة بشكل لا يمكن تصوره. طبعاً لا يمكن القول أنه كانت هنا حركة 15 يناير حركات ملائكية، يعني ملائكة كل من فيها صاروا شيء واحد، بالعكس. يعني المسألة أنه كلنا ظل محتفظ بفكرته بتوجهه السياسي والأيديولوجي، لكنها كانت من جميع المشارب، وعندما أقول من جميع فأنا أقصد من جميع المشارب، السلفي والاشتراكي، الليبرالي، الناصري، الإصلاحي، وغير ذلك من الأيديولوجيات، وغير ذلك من الأفكار غير الأيديولوجية الثقافية يعني. لكن المسألة أنه كان هناك حلم كبير، كان هناك مشروع كبير يناظر الجميع تحت لافتته، كانت كل الاختلافات تنصهر وتأتلف لتصب في مجرى هذا الحلم. الجميل في 15 يناير أنها يعني كانت مرجع يعني او شيء تنصر فيه، يعني بالضبط كان الجميع يصب فيها، جميع الافكار كانت تصب فيها بشكل يعني ناضج، بشكل واعي،
وكانت بالفعل احدى علامات ساحه التغيير في صنعاء. لا اقول ذلك لاني احد اعضاء الحركه والخيمه، الا انها كانت بالفعل علامه مميزه داخل داخل ساحه التغيير لما كانت تحويه. طبعا كان فيها التوجه السياسي وكان فيها التوجه الثوري، كان من انصار الحل السياسي وكان من انصار الحل الثوري، وذلك لم يكن يعني خارج السياق، كان الجميع يعني يعمل ضمن مشروع متفق عليه يعني مجمع عليه. كانت تلك خيمة 15 يناير، وكنت يعني وأتمنى لو أنها كانت لو أن الأوضاع ما بعد ثورة 11 فبراير ما بعد 2011 كانت قد مضت بالاتجاه السليم، لكنا رأينا نموذج 15 يناير يكبر ويصير شيئا كان ربما سيكون علامة جيدة في تاريخ المجتمع اليمني والسياسة ربما اليمنية. سيكون كذلك بما أنها كما أجمع الكثير أنه جولة من جولات الصراع. دعني أنطلق من هذه النقطة لسؤالي لماهر. ماهر، نظام المخلوع ومن تحالف معه ومن سار على نهجه في الأساليب، ربما استخدم نفس الأساليب فيما قبل 15 من يناير في مواجهة المعارضة في موضوع الاعتقالات، الآن يستخدم نفس هذه الأساليب في مواجهة ذلك. أريد نقدا لحركة 15 من يناير وبالتالي انطلاقا منه نقدا للشباب بشكل عام، أين أخطأوا أين أصابوا في التعامل مع المتغيرات السياسية في المنطقة، في التعامل مع التناقضات بداخل البلاد؟ أولا مثل ما قال زميلك عن حركة 15 يناير، هو لا أقول العيب وأنا ما أقول التقصير الوحيد الذي حصل في حركة 15 يناير. حركة 15 يناير كفكرة وكشباب ما زالت موجودة، ولكنها لم تتوارى، وإنما لم عيب العيب أو التقصير أنها لم تتمأسس، لم تصبح مؤسسة حقيقية تستطيع الوقوف، وهذا السبب هو بسبب غياب رأس المال الوطني. نحن لم نكن حزب سياسي، لم نمتلك المال مثلا، كنا مجموعة من الشباب نمتلك الحلم ونمتلك الطموح ونمتلك الرؤية ليمننا الذي نسعى إليه، ليمننا الحلم. لكن غياب المال الوطني هو الذي حال بيننا وبين أن نؤسس هذه الحركة ونتحول إلى مؤسسة، لكن ما زال الحلم قائم. حركة 15 يناير كانت موجودة على بمراحل الثورة، يعني كان لها موقف في المبادرة الخليجية، كان الكثير من الأعضاء معترضين على المبادرة الخليجية كونها لا تأتي بالطموح الثوري بالأهداف، وهذا ما أشار له ربما كمال في الصراع ما بين السياسي والحل الثوري. لكن أنا في مرحلة ما كنا نؤمن بأن الحل بأن نخرج بحل سياسي يقضي على أو يخرج من خلاله النظام بماء وجهه، ولكن هذا الحل السياسي لا يأتي على حساب الأهداف الثورية. يعني هو استطيع ان اقول لك مثلا في كل شعوب العالم عاده ما يخرج الناس من اجل ثوره ومن اجل اهداف ثوريه، ثم تاتي بعد ذلك سلطه وطنيه تعمل على تحقيق اهداف الثوره. الذي حدث في انه الحامل السياسي ايضا لم يكن الحامل السياسي الذي تخلق بعد المبادره الخليجيه لم يكن بمستوى اهداف وعي ووعي ايضا حركه بوعي لا اقول حركه 15 يناير واقول الثور او طموحات الثور بشكل عام. فبالتالي ربما كانت الأحزاب السياسية التي تحول اللقاء المشترك التي تحول إلى حامل سياسي بثورة مؤمنين بفكرة الإصلاح السياسي أكثر من أنه مؤمنين بفكرة الثورة الجذرية أيضا. فحركة 15 يناير ربما حصل نوع هذا لم يكن في قاموس 15 يناير هذه الإصلاح، كنا نريد ثورة كاملة، فحصل نوع من الاستبعاد للحركة لرموز الحركة، لا ليس استبعاد بمعنى بنظرية المؤامرة وأقول، وإنما حدث نوع من التضارب ما بين الرؤى أيضا. حركة خمس لكن ربما حركة 15 أوجدت بعد وسائلها للتعبير عن رؤاه وأفكارها. طيب بعيد عن الآن هناك المستقبل. الآن أريد منك ومن كمال جملة عن المستقبل، مستقبل الشباب ومستقبل حركة يناير. أبدأ مع كمال. أعرف ما قاله زميل ماهر، كانت لحظة أو الشيء الذي يجب أن ننقد فيه أو تنقد فيه حركة 15 يناير وجميع حركات الشباب الثوري أنها كانت في يعني
لم تكن كما حصل في تونس في مصر، كان هناك لم يكن هناك مجال سياسي في المجتمعين المصري والتونسي، المصري تحديدا. في اليمن كان هناك الأحزاب كانت موجودة بقوة، وهذا شيء لا يمكن تجاوزه في الحالة الشبابية أو في حالة 15 يناير وفي الحركات الشبابية الأخرى. ماذا عن المستقبل؟ المستقبل إن كان هناك من عودة وشيكة إلى العمل السياسي أو من هزيمة الانقلاب قريبا، فإنه يجب على الشباب أن يوحدوا جهودهم وأن يبتعدوا عن فكرة أو الأنانية الأيديولوجية. أعتقد أنه هذه هي أهم نقطة، إذا ما تخلصنا منها أو تسامينا عليها فإننا سنصير شيئا. التخلص من الأنانية الأيديولوجية، ماذا عنك ماهر؟ أقول بأنه شرارة الثورة انطلقت وعجلات التغيير دارت في 15 من يناير 2011 ولن تتوقف هذه الحركة، وإن هذا الوضع القائم لن ينسينا الحلم ولن ينسينا أهداف الثورة. ماضون في أهداف الثورة، لن يقف أمامنا شيء. هذه التضحيات التي تحدث الآن من اليمنيين سيكون ثمنها هو الدولة اليمنية، دولة كل اليمنيين. هذا هو ثمن التضحيات الباهظة، الهدف والثمر. إذن أشكرك ماهر أبو المجد، أشكرك كمال حيدر الصحفيان والناشطان في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، كما أشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء في طاقم التحرير منصور النقاش ومحمد المقبلي وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.